جزاكم الله بالخير. يعني وجهي تبين عادي ولا لا؟ لا ما يبين، الله يخليك. زين بغطي. المهم خلكم اليوم بسوي معكم ان شاء الله ملوخية ورق فرش. برويكم الطريقة وشلون بنسوي. رومينا لما تشيلين ورق شيلي شوية من هاي، ها؟ شيلي شي، خلي شوية في هاي. الله يسلمكم. يقولون لازم تخلون من العود عشان الملوخية تمط وياكم. خلاص شكرا رومينا. حطوا في بالكم انه ضروري 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 تغسلون الملوخية عدل من الغبار من التربة، فهالشي وايد ضروري. والماء يكون بارد طبعا عشان تحافظون على لون الملوخية الاخضر. الله يمسيكم بالخير، شخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم نفس ما قلت لكم بسوي معاكم بإذن الله الملوخية. طبعا الملوخية في ناس يسوونها يعني في مصر يسوونها بالدياي أو يسوونها بالأرانب، يعني ملوخية فراخ أو ملوخية أرانب على حسب. وبس اليوم أنا بسوي معاكم ملوخية دياي، بس بسويها بطريقتي. انا العادة اقطع الدياي في الملوخية نفسها، لكن اليوم قلت من باب التغيير بخلي يعني بغلي الدياي كاملة بفوحها، وبعدين بدخلها الفرن عشان تتحمر، وبقدمها مع الشوربة ومع العيش المصري. فاليوم طريقتنا ان شاء الله بتكون وايد سهلة، حق اللي ما يعرف يطبخ يضبطها من اول مرة اكيد، لانها وايد بسيطة. هذه الملوخية. طبعا احنا زرعين الملوخية في البيت، الحين موسمها الملوخية تحب الشمس. هاي هو الورق، سهل تزرعونها خاصة في الخليج، تحب جو الخليج، وقد ما تاخذون من الملوخية تعطيكم اكثر. فاخذت الورق وهني بعد ما صار الورق مخروط او مفروم بهالشكل، تقدرون تحطونه في كبة أو في الكبة طبعا على قولة المصريين، أو في الخلاط مع شوية ماي بس عشان يمشي معاكم الخلاط، وتقدرون تفرمونها أو بالخراطة اللي هي نفس السكين وفيها مسكتين. بس أنا بالنسبة لي صراحة أسهل طريقة هذه اللي تكون في الفود بروسيسور. وبس عندي راس بصل مقطع حق المرق عشان تنكيه، وعندي راس ثوم مدقوق هاي بيكون حق الطشة، وعندي هني المطيبات كزبرة وكمون. الكمون ملعقة صغيرة تقريبا، والكزبرة نص ملعقة صغيرة، ونص ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة. وبس عندي المطيبات بعد حق المرق. طبعا أساس الملوخية هو المرق. عندي شوي ورق غار، عندي دارسين او عواد قرفة، شوية فلفل اسود، شوية مسمار، وعندي هني حب هيل على قولة المصريين حبهان. وهني عندي الدقوس الناشف، هاي منتج جديد نزلته في رفيق، او الدقوس البحريني تقدرون تاكلونه مع العيوش دايركت، او انا احب احطه بعد في الطشة والحمسات. وبس ملح، هذا ملح. وهني عندي سمن تقريبا 3 ملاعق كبيرة، سمن بقري حق الطشة أكيد. المهم قبل لا أبدأ خل أقول لكم شوي عن الملوخية. طبعا الملوخية في ناس وايد يسوونها، كل بيت له طريقته. في ناس يحطون طماط، في ناس ما يحطون طماط، في ناس يحطون معجون طماط عشان شي يعطي حموضة حلوة شوي، في ناس يعصرون عليها ليمون. طبعا عشان تعرفون إذا الملوخية ناجحة ولا لا، لازم الملوخية تكون خضرة، يعني كطبخة يعني كمنتج أخير أو ك يعني طبق قبل لا يتقدم لازم تكون خضرة وما تكون فاصلة.
ولازم تكون تمط، يعني فيها مطة شوي تشد. فعشان تحصلون على هالمطة ضروري لما تقطعون الورق تخلون شوي من العود، هلا رويكم، تخلون هالجزء ما تقصونه، لأن هالجزء هو اللي بيعطيكم أو بيساعد إن الملوخية تمط معاكم. فبس الكمون طبعا اختياري، في مصر وايد ناس ما يحطون كمون، بس أنا حب. يلا بسم الله نبدأ. أول شيء بنسويه بنجهز المرق. طبعا المرق سهل ما يبي له أي شيء، بس أهم شيء إنه يكون لذيذ ومرق حلو. يعني في ناس يستخدمون المكعبات، مكعبات المرق، بس أنا أحب أسويها بهالطريقة، تعطيني نكهة يعني أحلى، وأقدر أقدم الدياي مع العيش والشوربة وبس، والملوخية تطلع يعني ممتازة. المهم حطيت الدياي، هني عندي البهارات الصحيحة، عندي ورق غار، عندي دارسين، عندي شوية فلفل أسود، شوية هيل، وشوية مسمار. تقدرون تحطون بهارات ناعمة إذا تحبون، بس أنا أحط بهارات صحيحة عشان اللون ما يطلع معاي غامق. وبس ملح. بحط الحين الماي وبنبتدي نطبخ الدياي، ولا تنسون تضيفون البصل. في ناس يضيفون بعد ثوم صحيح أو ثوم كامل، بس في النهاية حسب الرغبة اللي متوفر معاكم، يعني ما يفرق وايد في الطعم لأنه بنضيف الملوخية. طبعا ضيفوا ماي بارد على الدياي عشان ما يطلع معاكم زفر المرق، يعني إذا ضفتوا دياي بارد والمرق سوري والماي حار يعني يعطيكم ريحة مو بحلوة للأمانة، يعني عن تجربة. أول ما يبتدي يغلي معاكم الدياي أو المرق يبتدي يطبخ، أهم شيء تشيلون الريم أو الزفر اللي بيطلع معاكم، هاي كله متخلص منه لأنه يأثر على طعم المرق. هالشيء أكيد لازم تسوونه. محبين العيش المصري ركزوا على هالطريقة، أنا بالنسبة لي هالطريقة الصراحة أسهل طريقة حق العيش المصري، وللأمانة تعلمتها يعني شفتوا شلون يسوون عيش السوشي، أنا قلت بسوي نفس الطريقة لكن بالعيش المصري وضبطت معي. فعندي هني 3 أكواب من العيش المصري، العيش العادي، عيش مصري عادي، وبس في الجدر نفسه بغسله بماي بارد. ضروري تغسلون العيش عدل، تقريبا يتغسل 3-4 مرات لين ما يطلع معاي الماي صافي. يعني تشوفوا الحين الماي كأنه حليب، فأغسله 3-4 مرات بعدها بقول لكم ايش بسوي. بغسله وبرجع لكم. بعد ما غسلت العيش بهالشكل وتخلصت من كل النشا الزايد، الحين في نفس الجدر نفس ما قلت لكم بضيف الماي على العيش تقريبا خلينا نقول يمكن دبل الكمية أو شوي، يعني حق كل كوب أضيف تقريبا 1.5 كوب أو 2 كوب على حسب العيش. فالحين أنا ضفت 1.5 كوب حق كل كوب ماي، يعني حق كل كوب عيش 1.5 كوب من الماي. وبس تخلونه منقوع تقريبا 20 دقيقة ولا نص ساعة، بعدها بنطبخها على طول بنفس الماي وفي نفس الجدر. بعد ما استوت عندنا الدياي بهالشكل تقريبا خذت 35 دقيقة أو شوي أكثر على حسب حجم الدياية. المهم ما نبي نطبخها 100% لأن أوريدي بندخلها الفرن الحين. فالحين سويت نفس الصلصة عشان ندهن فيها الدياية، عبارة عن قفشتين كبار تقريبا من معجون الطماط، شوية سكر، شوية ملح، شوية ثوم، فلفل أسود، وكمون، وأي بهار عندكم، وملح طبعا. فبس الحين
ببتدي أدهن الدياية بهالصلصة. يلا الحين بسم الله ان شاء الله بنسوي الملوخيه. طبعا انا نفس ما قلت لكم عندي هني 4 أكواب تقريبا من الملوخيه، ولكن فضيت الجدر، عندي الجدر فاضي. شخلت المرق عشان نتخلص من كل الزوائد اللي هي البهارات والمطيبات. بس لاحظوا شلون عندي الملوخيه ما شاء الله خضره وريحتها واضحة وحلوة. المهم فهالطريقة تخليكم تضمنون ان الملوخية ما تطلع معاكم باردة، ما تطلع معاكم سايلة بزيادة. فالجدر عندي بارد، الحين بولع النار وببتدي اضيف المرق بالتدريج على الملوخية، مو بالعكس عشان ما تفرط معانا، ما تصير طبقات او يعني ما تفصل ما تطلع معانا خفيفة. فبهالشكل نضمن ان نقدر هالطريقة نقدر نتحكم ونضمن ان الملوخية ما بتصير معانا وايد سائلة. فعندي المرق هني، تشوفوا ما شاء الله زينة. فبضيف كوب وبحرك. وبهالطريقة بنضمن ان الملوخية ما بتفصل وما بتطلع معانا خفيفة. لاحظوا للحين ثقيلة، الحين نقدر نضيف كمية ثانية ونستمر بهالشكل لين ما نوصل حق القوام اللي نحبه. وحطوا في بالكم ان الملوخية ما تغلي، المفروض ما تغلي عشان ما تسود معاكم ولا تتغطى. اذا تغطت او غلت تصير معاكم غامجة وتفصل ان شاء الله. قربت الجوال عشان يكون اوضح لكم. لاحظوا ما شاء الله للحين ثقيلة، فبضيف كمية ثانية من المرق تقريبا كوب، بحرك نستمر على هالطريقة لين ما نوصل حق القوام اللي نحبه. فقلت لكم نقطة وايد مهمة، أهم شيء لا تغطون الملوخية ولا تخلونها تغلي. أبيكم تركزون على اللون وشلون تمر. شوفوا ما شاء الله هاي الملوخية اللي على أصولها. طبعا في هالمرحلة تذوقون الملح، ممكن تضيفون ملح أو تقللون على حسب الرغبة، وتبتدون تسوون الطشة في هالمرحلة. الحين نبتدي نسوي الطشة مع بعض. الطشة نفس ما قلت لكم عندي 3 ملاعق كبيرة من السمن، تقريبا 1/4 كوب بهالشكل، وتخلونه يسخن عدل. نسخن السمنة عدل، وبضيف الحين على نار متوسطة ثوم. عندي راس كامل من الثوم، لازم النار ما تكون وايد عالية عشان الثوم تطلع ريحته قبل لا يحترق معاكم. أساس الطشة، أساس الملوخية الطشة الحلوة والمرق الحلو، فحطوا في بالكم هالشي.
الملوخية جاهزة عندنا بهالشكل، ما شاء الله لاحظوا شلون اللون أخضر حلو، وأهم شيء مطط. وهني عندنا الثوم، نفس ما قلت لكم الطشة نسويها على نار هادية عشان الثوم ياخذ راحته وريحته تطلع معانا بهالشكل. خلاص أول ما تلاحظون أن الفقاعات قامت تطلع من الثوم، في هالمرحلة تقدرون تضيفون المطيبات اللي تحبونها. عندي أنا نص ملعقة كبيرة من الكزبرة، وعندي ملعقة صغيرة من الكمون. طبعا الكمون اختياري نفس ما قلت لكم، العادة الناس ما تحط كمون، وأنا أحب أضيف من الدقوس الناشف. طبعا قلت لكم هاي متوفر وين، أضيف ملعقة صغيرة بس لان في اوريدي كزبره وثوم وطيبات ثانيه، وفي شويه فلفل، لكن الفلفل ما بيأثر لانه جدا خفيف. فبس الحين تحركون الطشه مع البهارات، تخلونها تقريبا دقيقه بس عشان الريحه تطلع. تبارك الرحمن، الريحه والله عجيبه عجيبه. اتمنى تجربون الطريقه لان صدق بتحسون ان هالطريقة مختلفة. بس الحين نحط الطشة على الملوخية، ما شاء الله لاحظوا الملوخية شلون لونها، ولاحظوا المطة ومو بفاصلة. خلاص الحين كل اللي باقي ان نحط الطشة على الملوخية. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص الحين الملوخية نقدر نقول ملوخية على أصولها مع الطشة، بس عشان أرويكم مطتها شلون ما شاء الله. طرب بسم الله. لاحظوا شلون المطة، ممتازة ممتازة. الحين حق طريقة العيش، عندنا الحين الماي اللي نقعناه في العيش، وعندي شوية ملح، تقريبا بحط قفشة صغيرة، وبحط شوية سمن عشان يطلع معنا العيش مفلفل، وبنخليه على نار عالية لين ما يغلي، بعدها بنوطي النار وبنغطيه يستوي على راحته. حطيت ملعقة سمن وحطيت الملح وبس، هالشكل نخليه على نار عالية لين ما يغلي، وبعدها برجع لكم. بعد ما غلى عندي العيش خلاص اغطيه واوطي على النار على الاخر. خلاص الحين كل شيء جاهز عندنا. اول شيء بسويه عندي الدي اي. بسم الله الرحمن الرحيم، ريحتها عجيبه ما شاء الله ومتحمشه ولونها حلو. هذه الدي اي جاهزه. عندي الحين الملوخية، طبعا الملوخية ما شاء الله عجيبة. بتقولون اقول عن كل شيء عجيب بس لا والله صدق، لاحظوا شلون ما شاء الله قوامها ولونها ولا غلطة. عشان شي قاعد اقول لكم اعتمدوا هالطريقة وكل مرة بتضبط معاكم بإذن الله. أنا الصراحة هاي ما ينفع معاي لها الشكل. أيوة هاي الملوخية جاهزة. الحين باقي نغرف العيش، والحين دور العيش المصري. طبعا عقب ما يستوي تخلونه مغطى تقريبا 10 دقائق، وبعدها تغرفونه. ما شاء الله لاحظوا شلون مفلفل
ومب معجن. مع العلم انه ما حطينا الثمن في البداية وعقب حطينا العيش وعقب حطينا الماي، لا على طول مرة واحدة. فعشان شي اقول لكم هالطريقة حلوة ان شاء الله بتعجبكم. وبس بهالشكل كل شيء عندنا جاهز، الملوخية جاهزة ما شاء الله، لاحظوا شلون لونها أخضر ما فصلت ومطتها حلوة. وهني عندي العيش المصري حلو ونثري، وعندي بعد الدياية اللي خذنا منها مرق الملوخية وحطيناها في الفرن صارت بهالشكل. وبهالشكل أقدر أقول لكم عليكم بألف عافية، صوروا لي التطبيقات وانتظر منكم رأيكم في هالوصفة، وعليكم العافية. طبعا اهم شيء مع الملوخية ليمون، هاي ليمون ما شاء الله بعد من الزرع برا من البيت، الملوخية ملوخية البيت والليمون ليمون البيت. الحين خل ارويكم وانا اغرف عشان اتغدى باذن الله. ما شاء الله لحظة اللون بروحه يتكلم. حطيت لي عيش والحين بحط لي من الدياي. لاحظ ما شاء الله شلون مقرمشة وذايبة. هلا أقص وعقب أصور لكم. هاي الدياي بعد عندنا ما شاء الله جاهز. الحين دور الملوخية. هنحط شوية ملوخية على العيش. عصرة ليمون. بسم الله. صراحة ولا غلطة، بس بنشيل الجلد عشان ناخذ من الدياي. صدق صدق عجيب، جربوا الطريقة وإن شاء الله إنكم بتدعون لي.